السلام عليكم، معكم اليوم قناة النبأ المغربية، وحنا اليوم باش نقدموا لكم مصممين الأزياء اللي مشاركين في المهرجان الدولي غلوريا فاشن شو. كي دي غلوريا فاشن شو دي الموضة وعرض الأزياء وبزاف الحوايج خلينا غتكتشفوها غدا إن شاء الله مع السبعة العشية في فندق أوم بالاس. ولكن دابا خليونا مع أول لقاء مع المصمم العالمي خالد سويفي. اهلا بيكي. طبعا انا سعيد جدا باللقاء دوت، وطبعا قناه النبأ من المغربيه من القنوات المفضله لدى الجمهور المغربي، واحنا طبعا النهارده لازم نوضح ونتكلم عن رساله قويه جدا لكل المصممين بالمغرب، وبنقول لازم يتابعوا اعمالهم الفنيه وابتكاراتهم في عالم الموضه والازياء في المغرب. وطبعا المغرب بنقول عليها ولادة للمصممين الأزياء على مستوى العالم، لأن أنا قابلت كتير من مصممين الأزياء المغاربة في دول أوروبا وليهم عروض مميزة جدا. وطبعا هنا أنا حريص جدا أن أكون من ضمن المصممين الأزياء المشتركين في مهرجان غلوريا فاشن تحت العبقري رشيد حسني، اللي هو بيقوم بتجارب في عالم الفن والجمال في المغرب. إن شاء الله هنشوف تاريخ جديد لغلوريا فاشن 2022 في فندق أوم بالاس في الدار البيضاء. استنونا واوعى تروحوا في اي حته. استاذ خالد، اولا كيكون لي الشرف انك معايا اليوم في قناه النبأ المغربيه. قبل ما نطرح عليك سؤال، شكرا بزاف ليك. وسؤالي الاول غيكون، الى تعطاتك فرصه انك تعرض الازياء ديالك في مهرجانات اخرى في المغرب، واش تقبل؟ اهلا، وشنو رايك في هذا الموضوع؟ والله سؤال ذكي مني جدا، بس انا حتة ان انا اعرض موديلات ليا مع مهرجانات اخرى في المغرب صعب جدا، لان انا حريص كل الحرص ان انا اعرض مش مع اسم المهرجان، لا مع مدير المهرجان. مدير المهرجان يهمني جدا، وطبعا مدير مهرجان غلوريا فاشن رشيد حسني بيتميز وبيتمتع بفكر جديد دائما، وانا جربت قبل كده وكان ناجح جدا معايا المهرجان. رشيد حسني من الشخصيات اللي هي بتتابع كل عروض الازياء اللي حول العالم، مش في اوروبا بس، في لندن، في امريكا، في لوس انجلوس، في الدول العربيه كلها، وليه عروض واخراج واداره في بعض المهرجانات في اوروبا. وانا نفذت معاه حوالي 3 مهرجانات على ما اتذكر في اوروبا، وكانوا في جائحه كورونا اللي هي ما كانش في حد في العالم كله بيشتغل او بيعمل موديلات في الوقت ده. انا اشتغلت مع رشيد حسني في كذا عرض في اوروبا، بس كان اونلاين طبعا، صعب جدا اي حد كان يعمل مهرجان في الوقت ده. هو عمل اكتر من 3-4 مهرجانات بالشراكه مع كذا مهرجان في اوروبا وفي العالم. تحيه من هذا المنبر الاستاذ رشيد حسني. وبغيت نسولك سؤال اخر، انت دابا استاذ خالد شفتي الازياء ديالنا المغربيه، شنو رايك فيها اون بروميير ليو اي اون دوزيام ليو؟ واش تقدر من هنا لقدام تفكر انك تصمم ازياء مغربيه، قفطان مغربي او تكشيطه مغربيه؟ هو بصي، انا هقول لك على حاجه، في حاجه هنا جميله قوي فعجبتني في المغرب، ان السيده المغربيه ليها ذوق عالي جدا، وبتحب تلبس الموديلات اللي هي مش موجوده على مستوى العالم. فاللباس المغربي او القفطان المغربي بيتمتع بموديلاته بس مش موجوده على مستوى العالم، غير مكرره وغير مقلده. يعني احنا نشوف ممكن موديلات سواريف او سهره في اوروبا ممكن جدا مصمم ازياء عربي يقلدها او يعملها، لكن القفطان المغربي صعب تقليده وصعب ان يعدلوا فيه او يبتدوا ينتجوا منه على مستوى الوطن العربي او على مستوى العالم كمان. ما يقدروش، لان طبعا بيتمتع بالتطريزات والشغل السرمه، القامشه اللي هي انا ما
اعرفش يعني الاقمشه دي يعني ما شفتهاش وانا بشتري مثلا اقمشه ليا مش موجوده في الساحه او في الاسواق. ف يعني يعني بينطقوا الاقمشه وبينطقوا التطريزات اللي بيعملوها في الموديلات بتاعتهم. انا فكرت في مره ان انا اعمل قفطان مغربي واتفرج عليه. اسف ان انا اقول ان انا فشلت. حقيقي انا احب اعترف بفشلي قبل ما اقول ان انا نجحت. لا مش هينفع. لكن انا بتميز بالفساتين السهره وبتميز بفساتين الزفاف اللي هي الويدنج دريس. وطبعا احنا هنشوف بقى الموديلات بتاعتي. اي نعم هنا هي مش شغاله في او ما لهاش طلب او اقبال في المغرب فساتين الزفاف، لان هنا القفطان مسيطر وهيفضل مسيطر العمر كله. لان القفطان في حاجه مهمه قوي لازم نعرفها هنا في المغرب، القفطان اسمه القفطان المغربي، اللباس المغربي، لان في تونس وفي الجزائر عندهم برضك نفس النوعيه. لكن هو اساسه ايه؟ وبقولها هو اساسه ايه؟ المغرب. لو دخلنا على جوجل، دخلنا على اليوتيوب، هنلاقي اساسه المغرب مش اي بلد تانية. وده حقيقه ما ينفعش ننكرها من قبيل الاذى، ودي معلومه انا متاكد منها 100% لان بحثت فيها، لان كان الموضوع يهمني جدا اعرف مين اول واحد عمل القفطان. ودي كانت حاجه جميله انه يكون من مصممين الازياء في المغرب. استاذ خالد، كنبغي نشكرك على هذا اللقاء الصحفي الجميل، وكنبغي نشكرك على الراي ديالك في اللباس المغربي ديالنا وفي الناس المغرب وفي المغرب اون جينيرال. حاجه اخرى، مرحبا بك. اهلا بك حبيبتي، الله يخليك. الله يخليك، بارك الله فيك. وانتم متابعينا، نتلاقاو غدا ان شاء الله لو 27 المهرجان الدولي للموضه وعرض الازياء غلوريا فاشن شو.